يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار، ما المراد بالمقدار في هذه الآية؟ بمقدار بقدر بقضاء وقدر، وأيضا هو مقدر الوزن ومقدر الكمية من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم نزل المطر بقدر معلوم، لأنه لو لم ينزل بقدر لأغرق الناس أهلكهم. نعم.